زيكم كويسين؟ رب صالح. كتير بنعمل حاجات روحية. أنا المفروض أنبه بين في مؤتمر، أوكي، في مؤتمر 17 في مؤتمر الشهر ده 17 في نفس المكان في العبور. اللي عايز يحجز مدام سوسو نعمة المشهورة، فاللي عايز يحجز في الأغلب لسه في أماكن حجز، فأشجعكم. ده آخر مؤتمر لينا قبل اليوم بتاع احتفال رأس السنة، وعنوان هذا المؤتمر خدمة الأزمنة الأخيرة. هنطلع من الكتاب المقدس شكل الخدمة في الأزمنة الأخيرة إيه. كتاب مقدس الحقيقة بروح أو بصورة نبوية واصف بالتفصيل شكل الخدمة في الأزمنة الأخيرة. ده تشويق. كتاب مقدس واصف بالتفصيل شكل الخدمة في الأزمنة الأخيرة. تقول لي فين في كتاب مقدس؟ مش موجود سفر الرؤيا. سفر الرؤيا كله حاجات. اقول لك هنا بقى المفاجأة، تعالى المؤتمر. في مكان لا يخطر على بال واصف بالتفصيل شكل خدمة الأزمنة الأخيرة. فعنوان المؤتمر كله خدمة الأزمنة الأخيرة. ده هيبقى في نص شهر نوفمبر، يلي طوالي هيبقى احتفال رأس السنة في نص شهر ديسمبر، والسنة خلصت. صور، أنا متشوق ل17 جدا. طيب أمين. كتير بنعمل شغل روحي ربنا خلصه بالفعل فبنضيع وقت. تفضلوا نصلي. كتير بنعمل شغل روحي ربنا بالفعل خلصه فبنضيع وقتينا وبنبذل مجهود بدون نتيجة، لأن بنخش من حارة غلط فبنفضل نلف فيها متصورين ان احنا مش عارفين نوصل لحاجة، برغم انه ربنا بالفعل خلص الموضوع تماما. تقول لي شاهد كتابي، اقول لك قصة بقى، مش كمان شاهد كتابي وانا حكي لك انا بقول بقصد ايه، بس اقول لك قصة. الكنيسة فضلت تصلي لبطرس يخرج بعد ما بطرس خرج، وبطرس وقف على الباب وبيخبط على الباب، والكنيسة جوه لسه عمالة بتصلي لبطرس يخرج. ولما الفتاة فتحت الباب لقت بطرس قفلت الباب ودخلت جوه، قالت لهم بطرس على الباب، قالوها نو 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 نو، بطرس لسه في السجن، ده ملاكه. كتير بنفضل نصلي الحاجات ربنا خلصها. كتير بنتصور ان احنا محتاجين نقنع ربنا انه يشفينا برغم انه شفانا من 2000 سنة على الصليب. كتير بنتصور ان محتاجين ربنا يفتح قدامنا عشان نقدر نخش قدام الرب، برغم انه ربنا فتح وشق النقاب وشق الحجاب من 2000 سنة، ولنا ثقة جرأة قدوم بالدخول بالتواجد بالسكنة في قدس الأقداس. كثير من نتصور أن في حاجة فصلانة عن الرب. تقولي في آية نادر خطاياكم قد صارت فاصلة بينكم وبين الرب. أقول لك خلي بالك من الآية. مين المفصول؟ أنت المفصول. هو عمره ما بينفصل عنك حتى وأنت في الخطية. إحنا بننفصل عنه بالخطية، هو لا ينفصل عنك في الخطية، لأنه داود قال إذا فرشت في الهاوية بدور عليك. هو قال كده، قال إذا فرشت في الهاوية فها أنت. أنا دخلت فيكم شمال. كتير بنتصور وبنصلي صلوات الرب بالفعل خلصها، بنتصور إن إحنا محتاجين نعمل مجهود عشان نقرب رغم إن الرب سكن فيك. المسيح فيكم رجاء المجد، هذا السر المكتوم منذ الدهور، لكن هو في قلب الآب من منذ القديم أنه يسكن في أولاده مع أولاده وأولاده يسكنوا معاه.
كتير بنتصور ان احنا محتاجين نقنع الرب انه يبقى قريب، برغم ان الرب صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، وبعد كده قال انا فيكم كل ايام، انا معكم كل ايام. والسر اللي بولس بيقوله المسيح بقى فيكم رجاء المجد، من يفصلك عن محبة الله؟ كتير بنتصور ان احنا مفصولين بسبب المشاعر، بسبب الاحداث، بسبب الظروف. كتير بنتصور احنا محتاجين نقنع قلب الاب انه يعمل حاجة، كأن احنا اكثر حنية واكثر صلاحا واكثر اهتماما من قلب الاب علينا او على اخرين بنصلي لهم. كتير بنخش، انا اسف مش كتير، خليها كتير، كتير بنخش بجمل معتادة متدينة فلكلورية شعبية، ونصلي صلوات لا ما بتجيبش، ليست لها قيمة من جهة إشباع البشرية زي ما رسول بولس في كولوسي بيقول، وبنخش في حتة متصورين إن إحنا محتاجين نقنع قلب الآب إنه يعمل حاجة لأنه مش بيعملها، لأن إحنا أكثر صلاحا، فإحنا قلبنا يعيني على الناس أكتر منه. كتير لا ندرك ان الرب حسم الموقعة في الصليب، وحسم الحجاب في الصليب، وحسم الحاجز المتوسط في الصليب، وحسم كل سقوط البشرية. كان الله مصالحا العالم في ابنه. كتير بنخش من حارة لها علاقة بمعرفة الخير والشر وليست لها علاقة بشجرة الحياة، ومعرفة الخير والشر بتطلعك برا اجواء عدن في لحظة، وبتطلعك برا اجواء الاستجابة في ثانية. معرفة الخير والشر سمعتوني بتكلم عنها كتير، فبس أنا محتاج أذكركم، أنهض بالتذكرة ذهنكم، لأن بحسب الشجرة اللي بناكل منها، بحسب اختبارات النتائج في حياتنا. شجرة معرفة الخير والشر منظرها مقنع على مستوى الطبيعي، مقنع سامحني، على مستوى التدين وعلى مستوى الوعظات شكلها منطقي. عشان أعلمك عن النبوة محتاج أعلمك عن الكويس، محتاج أعلمك عن الوحش، صح؟ علشان ما تغلطش، صح؟ فمحتاج أعلمك عن الكويس ده الخير، ومحتاج أعلمك عن الغلط ده الشر، عشان لما تأكل من الخير والشر ما تغلطش. جمال، احنا بناكل من الخير والشر بنغلط، لما بناكل من شجرة الحياة ما بنغلطش. بحسب الشجرة اللي بتاكل منها الثمر في حياتك، بحسب الشجرة اللي بتاكل منها النتيجة في حياتك، بحسب المدخل. انت داخل لشجرة معرفة الخير والشر عايز تعرف الصح والغلط؟ ايه الفرق ما بينك تعرف الصح والغلط وبين اخواتنا اللي عايزين يعرفوا الحلال والحرام؟ عشان كده بعض المسيحيين بيتكلموا بلغة الحلال والحرام، لكن المؤمنين بيتكلموا بلغة الصح والغلط. مفيش فرق، الاتنين بيأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر. انت مش مدعو انك تأكل من هذه الشجرة، انت مدعو ان تأكل من شجرة الحياة، وشجرة الحياة ده شخص اسمه يسوع، ده علاقة قلبية، ده مسير معاه، ده تبعية. طب انا كده مش بعرف الغلط؟ وانت ماشي بتميز، وانت ماشي بتعرف، وانت ماشي وانت متتبع، وانت عينيك ثابتة وقلبك ثابت على بهاء هذا الوجه، والروح القدس عمال يلمع عليك ويجعله يتلألأ في قلبك وجه يسوع المسيح، وهو ده الجهاد. في ناس بتحب كلمة جهاد، أنا علي دور، لازم أكون علي دور، مؤكد لازم عليك دور. عارف إيه الدور؟ ثبت وجهك في وجهه. لما بتثبت وجهك في وجهه في حاجة بتتغير، في حاجة بتتنقل، في تبعية بتحصل، وبتأكل من الشجرة اللي أنت باصص عليها. إن اللي أنت باصص عليه، فاكرين حواء نظرت إلى الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، فوجدتها شهية للأكل، شهية للنظر، جميلة، فأكلت منها. حسب الشجرة اللي بتبص ليها شكلك بيبقى. لو بتنظر لشجرة الحياة شكلك بيبقى شجرة الحياة هو يسوع المسيح.
هو لك تعطي ثمر كل حين، وكل ما تأكل ثمرها، ثمرها دواء وشفاء وحياة ورقها في حاجة. عشان كده حوالين النهر في سفر حزقيال أشجار، لأن هذه الأشجار واكلة من شجرة، واخدة من شجرة، شجرة الحياة بتطلع أشجار، أغصان للبر، مغروسين في بيت الرب. ليه؟ لأنه بحسب الشجر اللي بتاكل منها الثمر اللي بيطلع في حياتك. فبعض أحيان بنصلي صلوات ربنا خلصها، وبنخش من شجرة معرفة الخير والشر، ونقعد ندور نقول ليه ما فيش استجابة يا ترى، ليه ما فيش حاصل حاجة، ليه مش حاصل حاجة في أرضي، ليه ما فيش تغييرات، أنا داخل من حارة غلط. قعدوا يصلوا، ولما بطرس وقف على الباب قال نو 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 نو، بطرس في السجن، ده ملاكه. عشان كده بولس الرسول لما كلم غلاطيا، كلكم عارفين الآيات، مش عايز أفتحها، في غلاطيا قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم بأعمال الناموس من شجرة معرفة الخير والشر أم بخبر الإيمان أخذتم؟ هو القصة بحسب استحسانكم أو بحسب المجهود أو بحسب محاولة إقناع. أغبى حاجة ممكن يكون بنعملها، بنحاول نقنع الله أنه يعمل حاجة لولا ان ربنا قلبه واسع كان زمانه محبط، كان زمانه بيزعق بيقول انا عملت كل حاجه، واحنا عمالين بنحاول نقنعه انه يعمل حاجه، وهو عمل كل حاجه، خلص كل حاجه. يسوع الصليب قال قد اكمل، صنع الكل حسنا. لولا انه في الروح، الرب روح، لولا انه روح، لولا انه ما بيعملش رياكشنز للصلوات الغبيه اللي احنا بنصليها، متصورين ان احنا محتاجين نقنعه او نقنع، نتحايل على قلب الاب عشان يحن. ياه، لان احنا احن منه، لان احنا اكثر صلاحا من صلاحه، فاحنا عندنا فكره فيها صلاح اكتر هو ما فكرش فيها قبل كده. فانا عندي فكره عن الصلاح اللي ممكن يحصل في شغلي ما خطرتش على باله، وعندي فكره عن الصلاح اللي ممكن يحصل في بيتي ما خطرتش على باله. مش بس ما خطرتش على باله، لا، ما عملهاش بالفعل وما دفعش ثمنها بالفعل. فانا بحاول اقنع قلب الاب انه يعمل حاجه هو ما عملهاش بالفعل. فكروا لما يسوع قال قد اكمل، هو مش اكمل فقط فدائك على مستوى الخطيه. ده بعض المؤمنين بيتصوروا ان حتى فدائهم من الخطيه بمعنى ان هم يقعوا يقوموا، يقعوا يقوموا، يقعوا يقوموا. هذه الحاله المسيحيه، وده معموديه يوحنا، ده ما قبل الصليب. قبل الصليب كانت الناس بتقع وتقوم. لما بولس قابل تلاميذ قال لهم احنا قالوا له احنا نعرف معموديه يوحنا، اللي هي ايه؟ معموديه التوبه. قال لهم بقى انتوا عايشين على مستوى التوبه، مستوى مختلف خالص في العهد الجديد. الأصغر في الملكوت أعظم من يوحنا المعمدان اللي هو مستوى التوبة. القصة في المسيحية، القصة إن إحنا على مستوى السنين وروح التدين اللي تعشش في أفكارنا عمل غطاء على أذهاننا وعلى الاستنارة، وعمل مستوى معتاد من الحياة الروحية، فبقينا معتادين، بنتزلق، بننزلق باللغة العربية الفصحى، بنتزحلق لكلمات وصلوات غبية بنقولها، ومتصورين احنا كده في حالة روحية حلوة، ان احنا بنحاول نقنع قلب الله الأبوي انه يتحنن، الذي لم يشفق على ابنه وتحنن علينا الى هذا المستوى، تحنن علينا، وانا جاي اقول له اتحنن الى هذا المستوى، تحنن علينا، لم يشفق على ابنه، بذله لاجلنا اجمعين، وانا جاي اقول له انا عندي فكره، وحاول اقنعه ان يعمل حاجه. فبصلي صلوات لحاجه خلصت، فبفضل واقف محبط لان بطرس ما دخلش لسه، لاني قفلت الباب على دخول بطرس، لاني مقتنع ان ده ملاك اكتر ما مقتنع ان ربنا حسم الموضوع وخرج بطرس من السجن.
انتوا كويسين؟ فكر في الثمن المدفوع ونتائج الثمن المدفوع. ومن المكان ده صلي، من المكان ده آمن، من المكان ده اكتذب السماء للأرض، لأن السماء لا تأتي لأرضك بسبب استحقاق، لا تأتي لأرضك بسبب أنك أقنعت الرب، لا تأتي لأرضك بسبب أنك صليت الصلوة اللي ما حدش صلاها قبل كده، لا تأتي لأرضك لأنك لا تأتي لأرضك، هو بتأتي لأرضك لأنه دفع كل الثمن، وجد مكان يستقر عليه في قلبك، أنك بتصدق في صلاحه وفي أمانته وفي جوده. أول ما بيلاقي قلب مصدق السخاء الإلهي، الصلاح الإلهي، الحب الإلهي، بيعرف يستقر بكل اللي هو بالفعل عمله وموجود ليك في الروح وعايز يستقر على حياتك. أنت مش بتحاول تقنعه أن يعمل حاجة، هو بالفعل عمل كل حاجة، هو تحنن للآخر، هو بذل للآخر، هو ترأف للآخر، هو فدى للآخر، روح ونفس وجسد وخليقة، أخذ الخليقة كلها، كان بيفتدي الخليق مصالحا العالم لنفسه في المسيح يسوع من 2000 سنة. لما بنخش من شجرة معرفة الخير والشر بنقعد ندور. ليه بندور؟ أنا عارف الخير بس في شر، ولأن في شر يبقى مش هيحصل، وبنخش في دائرة اللعنة، بنخش في دائرة الاحتمالية، في دائرة النعم واللا، إنه الإجابة نعم أو لا. فأنا بطلب من الرب ومش عارف الإجابة نعم أم لا. ليه؟ لأن داخل في معرفة الخير وإيه والشر. ده أحد الآلهة، قلت لكم قبل كده، ده أحد الآلهة اللي في الشرق، الآلهة اللي بيعبدوها في الشرق الأقصى، إنه الاثنين مع بعض، الاثنين موجودين مع بعض. تعرفوا أسماء الله الحسنى دي؟ مش في الإنجيل. الاثنين مع بعض، الدار الشافي والدار الغضوب والرحيم. ليه؟ علشان يحط الاثنين جنب بعض، عشان يحط الاثنين جنب بعض. إلهك مش كده، إلهك مش كده، إلهك له وجه واحد، دفع ثمن تام، دفع ثمن كامل، مش محتاج تقنعه عشان يترأف، لأنه هو مديك الوش التاني، ما عندوش وش تاني، ما عندوش حاجتين عكس بعض، هو وجه واحد. لما المرأة النازفة جاءت من ظهره، لما لمست هود بثوبه هو ما شافهاش، فظهره زي وشه. حد فاهم حاجة؟ القصة كلها ان احنا كتير بنتعامل مع الخير والشر، مع الابيض والاسود، مع الاحتمال، مع النعم واللا. عارفين دي ايات؟ عارفين انا بقول ده ايات؟ عارفين الايات فين؟ رسالة كورنثوس، ما كنتش هتكلم فيها، بس رسالة كورنثوس الثانية، رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني، ابن الله يسوع المسيح، ابن الله يسوع المسيح، عدد 19، الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانس والتيموثاوس، لم يكن نعم ولا. بكل وضوح بولس الرسول فرشها لك بوضوح، يسوع المسيح ابن الله الذي كرز به بينكم لم يكن نعم ولا، يعني احتمالية. عارف يعني ايه نعم ولا؟ يعني معرفة الخير والشر، يعني لو شر يبقى لا، لو خير يبقى هتفهم حاجة؟ اشكرك انك تقولي ايوة، بس انا هفضل اقول جملة وانت استمري يقولي ايوة، انا موافق، ما تلاقيش خالص مني. معرفة الخير والشر هي اللي بتطلع النعم ولا، لأنها بتعتمد على الصلاح وتعتمد على الاستحقاق، لأنها بتعتمد على طريقة التفكير اللي فيها الاحتمالية اللا. يسوع المسيح ابن الله الذي كرز فيه بينكم لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين. آمين يعني ليكن، آمين ده تشريع، أمين دي كلمة كان بيقولوها الملوك زمان لما يصدر أمر أو يتطلع فكرة أو تخرج جملة، الملك كان يقول ليكن. أمين ده يعني ليكن. فالله لم يكن فيه النعم واللا، بل كان فيه نعم، مهما كانت موعيد الله فهو فيه النعم وفيه ليكن لمجد الله بواسطتنا. اللي يطير دماغك آخر كلمة في هذه الآية بواسطتنا،
واخد بالك انها بواسطتنا؟ يعني النعم دي هي فيه لمجد الاب بواسطتنا. تعال نجيبها من ورا ونحطها في حته تاني في نفس الايه. النعم في حياتك دي بواسطتك لمجد الله بقوه الله. فكر النعم، النعم دي الاستجابة، النعم دي نار الروح القدس، النعم دي القوة، النعم دي النهضة، النعم دي الحياة اللي ليها قيمة وتقل ووزن ومعنى وهدف، ما فيهاش إحباط، ما فيهاش حياة. الحياة اللي جه يعملها يسوع، فاكرين جئت لأعطيهم حياة وليكون بيه؟ إيه أخبار الحياة الأفضل عندكم؟ تيجي نكرز شوية؟ يسوع جاي يديك حياة فائضة وأفضل. إيه الأخبار؟ ده يسوع بيرد. أنا مؤدب جدا في السؤال، أنا آسف. هل حياتك أفضل؟ الروحيين ردوا علي قالوا لي أيوة. أوكي أنا عارف. يسوع دعاك، يسوع بذل ثمن كامل من أجل حياة فائضة فياضة طول الوقت، فياضة طول الوقت، المية متحركة طول الوقت، في فرح في حب في نهضة في كلمة، حياة فائضة. يسوع دفع الثمن والموضوع ده خلص، مش تحاول تقنعه يا رب أنا عايز نهضة في حياتي. هو دفع ثمنها، جاء أصلا عشان يعطينا حياة. وإيه نوعية الحياة دي؟ حياة بابلينج، فيها فائضة، فوران من الروح القدس، فوران من نعمة. وده الطبيعي في الحياة المسيحية، وده الطبيعي في المسيح يسوع. يسوع دفع الثمن بالفعل. جاء الوقت ان ما تخشش من شجرة معرفة الخير والشر، لانها بتقوم مهدية كل الفوران، لانه احتمال نعم ام لا. لكن فيه النعم والآمين لمجد الله بواسطتنا. يعني نعم ويكن بواسطتك. يعني ايه بواسطتك؟ يعني بإدراكك، يعني بفهمك، يعني بإدراكك انه لو انت مش مدرك، لو انت مش مدرك ان الامر خلص، وتدرك انه مش ناتج من صلاح او استحقاق او نتيجة اي حاجة في حياتك. وانا مش بتكلم عن نعمة رخيصة، انا بتكلم عن ادراك انت واقف في مين. اول ما بتدرك انه بيسكب لانك انت مستخبي في الابن، بيسكب لان قلب الاب بيحب وعايز ينزل، بيسكب لانه هو مش مفصول عنك وانت في اوحش حالاتك، ولو فرشت في الهوية هو بيحيط بيك مش بتدور عليه. ممكن نعمل كوبري في الحتة الورانية علشان أو إشارة أو أي حاجة. مش بيسكب عشان أنت بتحاول تقنع قلب الآب إنه يسكب، لأنه هو أحن عليك من قلبك عليك، وأحن على اللي أنت بتصلي لهم من قلبك عليهم. ولو دخلت من مكان اللي فيه إدراك إنه قد أكمل، هو ده بواسطتك، وبواسطتك النعم والآمين، النعم وليكن. هقرأ لك الآية مرة تاني، يمكن أنت مش شايفها في ظهري. مهما كانت مواعيد الله، مهما كانت مواعيد الله، فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ده اللي طير دماغك. يعني ممكن النعم والأمين ما يحصلش لأنها بواسطتنا، وممكن النعم والأمين هو من جهته هو عملها حسمها. بطرس على الباب بيخبط ولك فاستمر بطرس يقرع. بطرس على الباب بيخبط، خلص كل حاجة، أنا خرجت من السجن. وهم لسه بيقولوا هو في السجن وده ملاك،
وتبقى الوعود كلها مهما كانت مواعيد الله واقف على بابك بتقرع، بس انت عمال بتاكل من شجرة معرفة الخير والشر وبتصلي وبتقول انا عملت اللي عليا، انا صليت. فرق ضخم جدا انك تدرك ان الحاجز اتشق وانك بتقف في عمل تام، عمل خلص في المسيح يسوع، وبتقف قدام شجرة الحياة وبتأكل منه. شجرة الحياة ده شخص، شجرة الحياة ده حب، شجرة الحياة ده تواجد، ده مجد. انت مش بتحاول تقنعه انه يعمل حاجة. خليني اقرأ لك آية من هوشع، عارفين سفر هوشع؟ هوشع 2 طبعا آيات مشهورة في هوشع كتيرة، يمكن لي علاقة بالاجتماع بتاع الأسبوع اللي فات، وادي عخور بابا للرجاء. بس بعد كده يقول كده، ويكون عدد 21 في ذلك اليوم إني أستجيب يقول الرب. ده في المراحم بيستجيب، لو هو بيرحم يستجيب. عارفين كان بيرحم مين؟ بيرحم لو رحمة لا رحمة، ولو عمي الذين لا شعبي. فبيرحم بنتين ولد يزرعيل، ولو رحامة ولو عمي. لو عمي يعني لا ليس شعبي، لو رحامة يعني لا رحمة، ويزرعيل يعني الرب يبدد. دول ثلاث اخوات. وعلى هذا على هذه الأسرة لعنة، والرب يقولك أنا باخدك إلى البرية وبألاطفك وأرجع تخومك، و وادي عخور يصير بابا للرجاء، أخطبك لنفسي إلى الأبد، برتبط بيك بمراحم. والتلاتة النتائج اللي هو لا شعب لا رحمة وتبديد، كل حاجة متبددة. يكون في ذلك اليوم إن أستجيب يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت، وهي تستجيب مين؟ شايفينها وراي؟ يزرعيل. يزرعيل اللي هو احد معاني اسمه الله يبدد، ده لا يستحق. كمل معايا، كلكم عارفين الايه، ازرعها لنفسي في الارض وارحم لو رحامه واقول لو عمي انت شعبي وهو يقول انت الهي. في حاجه بتتغير، انت مش محتاج تقنع الله انه يعمل حاجه، الرب عملها بالفعل. انت في العهد الجديد بتستقبل هذه المراحم بسكناك في الابن وبتصديقك في قلب الله لحياتك. عارفين ايه نتائج ده؟ اخش على الجد اكتر. عارفين ايه نتائج ده؟ لو انت تتبعت ده واستخدمت للتغيير ذهنك الروحي. احنا كتير بنعيش متصورين ادي الظروف، ادي الحياة، انا عندنا ظروف في البيت، عندي ظروف في حياتي، في مواجهات كتيرة، انا بحاول اعيش لربنا وبحضر الكنيسة، ولما بتضغط بحاول أحارب، ولما بقع بتوب. تعرفوا حد بيعمل الحاجات دي كلها؟ أوكي. طب دي حياة فائضة اللي أنا قلته ده؟ أشكركم. يسوع جاي يعطينا حياة فائضة، حياة بوفرة، حياة أفضل. نكونش احنا عمالين بناكل من معرفة الخير والشر برغم ان شجرة الحياة ماشي جنبنا وعمال بيخبط على الباب. انا خرجت من السجن زي بطرس، واحنا قافلين الباب وعمالين بنقول لا لا لا، هنكمل صلاة، هنكمل صلاة، احنا بنصلي اهو، احنا هنكمل صلاة عشان بطرس يخرج، وبطرس عمال بيخبط على الباب، انا هو لا لا، ده ملاكه، ده ملاكه، ده ملاكه. يكونش بنحاول نقترب للرب اللي اقترب ليك وقال لك انا ساكن فيك، وبتحاول تقترب لحد ساكن جواك فانت محبط لان عمال بتقرب لحد وما فيش حاجه بتحصل لان هو ساكن جواك. تقول يعني ما اقربش ليه بقى بطل وانا بقترب ليك؟ لا لا لا، انت بتقرب ليه بس مش بتقرب ببعد انه بعيد، بتقرب عشان تقابل الساكن فيك، بتعطش للساكن فيك مش بتعطش لحد مش موجود بتحاول تقنعه انه يقرب ليك.
بتجري ورا الرب القريب اللي بالفعل التصق بيك، بس لأنه أنهار عميقة فأنت بتجري وراه، مش لأنك مش لاقيه، لكن لأنك عايز أكتر من حضوره يملاك. لما بنخش من الحارة الغلط بنوصل لنتيجة غلط. لما بنخش من شجرة الحياة بنشبع ونعطش لأكتر من شجرة الحياة، لأن دايما عندها ثمرة ورا ثمرة ورا ثمرة، وكل ثمر بيطلق حياة فينا، ثمره حلو لنا فبيطلق حياة. وهنا الحياة بتبقى فائضة، لأن نوعية الحياة مش أنا مضغوط وعندي ظروف وعندي احتياجات وعندي ضغطات، بس أنا بتوب وبحضر اجتماعات وبحاول أعمل حاجة، ولما بتضغط بحارب، ولما بيحصل مش عارف إيه، ونحن بنحاول، أنا بحاول أعيش حياتي وراء الرب. أنا مؤمن، بحب ربنا، حلو قوي. كانوا مؤمنين وبيصلوا وبطص، عمال بيخبط على الباب، أنا خرجت خلاص. أرى الكوي سفر أشعياء، بلاش أشعياء، تعال نروح لسفر التكوين. الصورة اللي في قلب الله، الصورة اللي في قلب الله لحضرتك ولحضرتك. تقول لي إيه الصورة اللي في قلب الله ليا وليك؟ أقول لك أهو، هتنبأ لكل حد موجودين واللي بيسمعوا نبوة خاصة، مش للي جنبك، ليك. أوكي، نبوة خاصة مش للي جنبك، ليك. إيه الصورة اللي في قلب الله لحضرتك ولحضرتك ونوعية حياتك؟ تكوين 1:26، أول حاجة لصورتك في قلب الله إنك صورته، إنك شبهه. هو ده، هو ما هو ما عايز تعرف الستاندرد. هو قاله لما خلق، هو قاله لما خلق في الخلق الأولى، قاله في آدم الأول. تقول لي آدم الأول سقط، أقولك حلو قوي، عشان أكل من فين؟ من معرفة الخير والشر، مش من أي شجرة، أكل من معرفة الخير والشر. فجاء يسوع اللي هو اسمه إيه؟ آدم الإيه؟ الأخير، اللي هو شجرة الحياة. أقولها مرة تاني، آدم الأول كان الصورة اللي في قلب الله لحضرتك ولحضرتك. آدم الأول سقط لما أكل من معرفة الخير والشر، فجاء آدم التاني عشان يرجع الصورة الأصلية لحضرتك وحضرتك. أنت ابن آدم التاني، مش ابن آدم الأولاني. بس في سيكيوريتي، في امان في ادم الثاني غير ادم الاولاني. ادم الاولاني اكل من شجره معرفه الخير والشر. لو انت ابن ادم الثاني، ادم الثاني هو شجره الحياه نفسها. انتوا مش واخدين بالكم، لو انا في بلد ثاني كان زمانهم واقفين وعمالين بيسقفوا وخلص الاجتماع. آدم الأولاني كان عنده الأوبشن، شجرة الحياة أو شجرة معرفة الخير والشر. أنت عندك الأوبشن، بس أنت مولود من شجرة الحياة. مش عارف ده عشان تطمنوا قلبي، يعني عشان خد لك تزييفه، يعني انتوا مش سقفوا ليا، مش سقفوا ليا خالص، يعني مش هو ده اللي بفكر فيه خالص. يعني ده المفروض يحود فيك طريقه حياه وطريقه تفكير. لان غباء جدا ابقى مولود من شجره الحياه في مكان أفضل من آدم الأول، وعلى صورة أفضل من آدم الأول، واللي هنبص عليها ونقول تجنن. فأنت مولود على صورة أفضل من آدم الأول، لأنك مولود من آدم الثاني، آدم الأخير.
وغباء ان انا ابقى مولود من شجره الحياه واعيش باكل شجره معرفه الخير والشر. للبعض اللي مش فاهم يعني ايه معرفه الخير والشر، معرفه شجره معرفه الخير دي منظرها حلو، اول حته فيها اسمها معرفه الخير. حد يحب يعرف معرفه الخير؟ كلنا. بس اول ما بتقول انا عايز اعرف معرفه الخير، النتيجه الطبيعيه انك بتعرف معرفه الشر. يسوع مشواره انك تعرف الخير، لان النتيجه الطبيعيه لما تعرف الخير بتعرف الشر، ومعرفه الخير والشر بتطلعك من عدن في لحظه، بتطفي النور وتنور تلاقي نفسك في حته تاني، تبقى منور النور في عدن، النور يطفي ينور تلاقي نفسك في الجحيم. ليه؟ لانه مجرد معرفه الخير والشر، القصه كلها هي شجره الحياه، القصه كلها هي علاقه، القصه كلها هي يسوع، القصه كلها ان قلبك وتبعيتك وذهنك من اول ما بتصحى لو جاز التعبير لغايه لما تنام، حياتك كلها بتدور في ادراك ان المسيح مش بتحاول تجيبه لحياتك، بتحاول تقنعه انه يساعدك، هو ساكن فيك وبتحاول تطلقه عشان يساعدك، لانه هو بالفعل قريب، هو بالفعل الساكن، هو بالفعل موجود، هو بالفعل مقتنع انه بيحب، مقتنع انه يساعد، مش حاول تقنعه انه يساعدك، تحاول تلوي دراعك عشان يشفي، تلوي دراعه عشان يشفيك. هو الساكن. ايه الصورة اللي في قلب الله ليك؟ عدد 26، انت شبهه فيتسلط. دي الصورة اللي في قلب الله، لانك شبهه فبتعيش كابنه في الارض فيتسلطون في الارض. فاكرين الصورة اللي رسمناها؟ أنا مضغوط، عندي ظروف، عندي أحداث، عندي قيود، بس أنا بحاول، أنا بصدق، أنا بصلي، أنا بحاول أؤمن، لما بضعف بتوب، بحضر الاجتماعات، أنا بعمل علي. فاكرين؟ أدي الصورة، دي الصورة اللي اتحسمت ليك، مش اللي هتحصل، مش اللي ربنا بيحاول يطلعها منك، المعروضة اللي واقفة على بابك وبتقول لو حضرتك اسمك ماجد او اسمك عادل، عادل ده اللي انت ما جربتش تبقى، هو عادل ده واقف على بابك عمال بيخبط يقولك انا بالفعل مليان نهضة ومليان قوة ومليان نار ومليان مسحة ومليان ايات وعجايب ومليان اضع ايدي على المرضى فيبرؤون، انا واقف على الباب وانت عمال بتصلي جوه يا رب نهضة يا رب نهضة، وعادل بتاع عادل واقف لعادل اللي جوه عمال يصلي يقول حبيبي انا اهو. حد اسمه عادل هنا؟ فخلق الله الإنسان على 27 على صورته، على صورة الله خلقه. ولو عندك مشكلة وقلت إن أنا عادل، لا، ذكرا وأنثى، ده اللي حصل للاتنين، ده الاتنين. فأنت على شبهه علشان تكون ممثل لي على الأرض في كل حاجة. أنت مش موجود على الأرض علشان تحاول تقنعه أنه يعمل حاجة، هو عمل كل حاجة لابنه لآدم، أيا كان بقى آدم ده وسقط، لا، ده آدم الأخير، ده شجرة الحياة اللي أنت ابن آدم الأخير اللي بالفعل خلص لحياتك. يا رب تنور، أنا صلاتي أن الروح القدس ينور لك الكلمات البسيطة دي، لأن كل حاجة في جسدنا وكل حاجة في تديننا وكل حاجة في تاريخنا الروحي بتعمل بلوكات ضد اللي أنا بقوله لك ده، انك لازم تحاول عشان توصل، لازم تكمل صلاه عشان بطرس يخرج، انت لازم تحاول تقنع الله انه يتحنن، انت لازم تقنع الله انه يعمل حاجه، اصله ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. فخلق الله الانسان على صورته، على صوره الله خلقه، ذكر وانثى خلقهم. واول حاجه عملها قال ايه؟ امشوا ورايا، سوري، مش يعني اول حاجه باركهم، اول فعل فاقوا، يعني ادم اتخلق وزي ما التقليد اليهودي يقول اول كلمه قالها هي ابا، حواء فاقت لان ادم كان في سبات وهو خلق حواء من ضلع ادم، حواء وادم فاقوا باركهم وقال لهم ايه؟ جو.
دي نوعية الحياة، دي نوعية الحياة، ده مش إحنا بس، دي نوعية الحياة. ده عادل الواقف لعادل العمال يصلي، يا رب أنا عايز أستخدم، يا رب أنا عايز أعيش. عادل الحقيقي بقى واقف على الباب وعمال بيخبط على عادل ويقول له حبيبي أنا هو على الباب، أنا بخبط، أنا 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 جاهز. وعادل جوه الباب عمال بيقول أنا لسه، وربنا لسه ما عملش في حياتي، والأصل الموضوع ده لازم يخلص قبل ما أعيش النهضة، وعايش جوه مضطرب والأوضة عمال بيلف. وعادل الحقيقي اللي يسوع اشتراه اللي هو مليان حياة أفضل واقف على الباب يقول أنا خرجت من السجن من زمان. عادل ده حضرتك وحضرتك اللي واقف على باب حضرتك وحضرتك بيقول لك أنا أنت الحقيقي اللي أنت قاعد جوه بتصلي، وأنا خلاص. أنا عارف إن كل حاجة في تاريخنا الروحي بتقف ضد، برغم من اللي أنا قلته كله أنت هتبقى مقتنع بيه لأنه يسوع عمل كل حاجة على الصليب. باركهم وقال لهم اثمروا كثروا ملأوا الأرض اخدعوها اخدعوها. فأنت موجود لقيمة والعلاقة والمعنى لأيامك مختلف عن الدوران في نفس الاحتياج. أصل هو لو استجاب أنا حفوق، نعم، هو لو استجاب أنا هعيش كويس وحعرف أعيش مع ربنا. أصل في حاجات كتير ما فيهاش استجابة في حياتي. هو لسه هيستجيب؟ هو استجاب واقف على الباب بيخبط. هو أنت محتاج بس تدرك أنت عمال بتاكل من خير والشر، فما فيش استجابة، طبيعي ما فيش استجابة. لكن شجرة الحياة هي كل الاستجابة. شجرة الحياة هو إدراك داخلي، هو تجديد لذهنك اللي فيه بتدرك أنه أنا مش محتاج أقنعه أنه يترائف، هو ترائف، فأنا بقف في رأفته في مرحمه. أرحم اللي ملهاش رحمة، أقول اللي ملوش شعب أنت شعبي، أقول اللي تبدد قبل كده أنا بزرعك، فتستجيب السماء الأرض والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت، وهي تستجيب يا زرعيل اللي تبدد فيهم قبل كده، بس الرب يزرعه من جديد. فبتقف في المكان اللي هو مراحم الرب ثبتت في المسيح، رأفات الرب أعلنت في قلب الآب، والموضوع مش محتاج استحقاق، الموضوع محتاج إن عينك بتنظر وبتأكل من شجرة الحياة كل لحظة كل وقت، من أول ما تفتح عينك لغاية لما تنام بالليل، وتغطي نومك كمان من هذا الإعلان، من هذا الإدراك. تقول لي الخطيه، اقول لك ده انت بترجع تاني لما هو قبل يسوع. تقول لي طب يعني ما فيش خطيه في العهد الجديد؟ اقول لك لا، في خطيه في العهد الجديد اللي هي بتفصلك انت، فبتفقد احساسك بالحضور الالهي. تقول طب اعمل ايه؟ اقول لك ادرك ان هو ما انفصلش عنك، وارجع له بسرعه، ارجع له بسرعه، مش ارجع له لانه هو سابك، ارجع له لانه هو ما بيسيبكش حتى وانت في اوحش حالاتك، فارجع له بسرعه، لانه فيش ما تحبتش من حد زي ما هو حب. سفر أشعياء 52، أنت كويسين؟ أشعياء 52 استيقظي، آية معروفة، استيقظي استيقظي البسي عزك. آدم كان مليان من سلطان، آدم كان مليان من بهاء، عشان كده كان أعمى ولا يخجل، سوري كان عريان ولا يخجل، لأنه ما كانش شايف عريه. ليه؟ لأنه كان مليان من بهاء العلاقة مع الرب، كان بيمشي مع الرب، يتمشى عند هبوب ريح النهار. فآدم وحواء ما كانوش منحصرين في ضعفهم. بنقول الجمل بس بنصور أنها تدين، سوري بنستقبلها بروح التدين، ما بتلزقش فينا، بتتزحلق. آدم ما كانش منحصر إنه عريان. عارف يعني إيه عريان؟ آدم ما كانش منحصر إنه عريان، آدم كان منحصر في البهاء واللمعان اللي جاي من العلاقة، فما كانش شايف إنه عريان. ربنا بيدي بهاءه ومجده
للي لابسين ولا للعريانين؟ مش لازم ترد لو انت مكسوف، انا بقولها لك بالفم المليان. ربنا بيدي بهاء ومجد للعريانين. ولما وقع آدم وحواء من خلال معرفة الخير والشر، من خلال معرفة الخير والشر، لما وقع آدم وحواء ربنا قال لهم مين قال لكم انكم عريانين؟ يعني المشكلة مين قال لكم؟ مش مشكلة انكم عريانين، انتوا كويسين. مش مشكلة الرب انك عريان، مشكلة الرب ان مين حصرك في الفكرة دي. انتوا مش سامعيني، صدقوني مش سامعيني. هقولها مرة تاني، مش مشكلة الرب انك عريان، مشكلة الرب ان مين حصرك في فكرة انك عريان. اوكي اقولها بالبلدي، مش مشكلة الرب انك ضعيف، مشكلة الرب ان ليه افكارك منحصرة في ضعفك. اقولها ابوخ، مش مشكلة الرب انك بتضعف في خطية، مشكلة الرب انك بتنحصر في ادراك الخطية فبتقع فيها مرات ومرات ومرات، برغم انك بعد يسوع محتاج تنحصر في ادراك البر واللي عمله يسوع ليك فتنتصر من كل خطية في حياتك. مش مشكلة الرب، كأن ربنا قاعد في السماء عمال بيخبط الخطية 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 الخطية، لان احنا قاعدين تحت، احنا صورته، فاحنا قاعدين بيقول نفس اللي هو بيقوله، الخطيه 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 الخطيه. والرب بيقول لك هو مين قال لك، مين حصرك في هذه الفكره؟ مش مشكلتي انك عريان، مشكلتي ان مين قال لك وحصرك في هذه الفكره. لانه بيسكب مجده على العريان، هو بيمطر على الابرار والاشرار، هو بيسكب حضوره مش بسبب صلاحك. تقولي بدوري، أقولك ليك دور، ليك دور هام، تتشبث في الحضور الإلهي لما يتظاهر أنه ذاهب إلى مكان أبعد بتلزمه بالدخول. العهد الجديد هو ساكن فيك. يعني إيه ساكن فيك؟ يعني أنت بتثبت عينيك وقلبك وحياتك وأفكارك على الرب اللي بذل كل حاجة. مين ضحك علينا وقال أنه باستحقاق هو لازق فينا؟ هو لزق فينا من 2000 سنة نستحق؟ مين ضحك عليك وقالك انك بتحاول تقنعه انه يعمل حاجة؟ هو عمل كل حاجة على الصليب. استيقظي عشان الوقت، استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك، ارجع للصورة الاصلية، ادرك الصورة الاصلية اللي في قلب الرب، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. انتفضي من التراب، قومي اجلسي، انحلي من ربط عنقك أيتها المزبية ابنة صهيون. شوفوا 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 إيه، نقارن حبة كلمات، تراب، ربط عنق، سبي، مع عزك، ثياب جمالك، لا أغلف ولا نجس. الاتنين موجودين في نفس الجملة. ابنة الملك قاعدة في التراب، مربوط عنقها، مزبية، وعدد 3 يقول لك مجانا، يعني بدون أي سبب، بدون أي بدون أي بدون بدون أي بركة، بدون ما فيش أي نتيجة، ما فيش أي نتيجة من ده. وفي المقابل هي لو اتنفضت واستيقظت، عز، ثياب جمال، وما فيش حاجة اسمها أغلف ولا نجس. كأني عايز أنزل ثلاث سلمات دولة وروح لعادل. فاكرين عادل؟ عادل حاضر الاجتماع ومزبي، كل حاجة وحشة في حياته، شايف تراب من كل جهة، يبص كده تراب، يبص كده تراب، يبص كده تراب، وعنقه عليه سلاسل كتيرة جدا. والرب يقول له اتنفض في نفس اللحظة، مش لأن في مش لأنه هيحصل بقى خطوات كتيرة وهيحصل حاجات كتيرة،
لان في عادل تاني عمال بيخبط على الباب. عادل التاني ده لابس ثياب بهاء وثياب عز ولا يدخله اغلف ولا نجس. ولو اتنفض من دي بالفعل عادل التاني موجود. كل حاجه في عينين البعض هنا بتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شايفك، انا شايفك، انا شايف عينك. لانه الجسد يقول ايه؟ فين فين فين؟ وعادل عمال بيخبط على الباب، انا هو انا هو انا هو. عارفين مريم ومرسى؟ انا عارف انكم عارفينها. مريم ومرسى لما لعازر مات اخوهم قبل ما يقوم عملوا نفس اللعبة بتاعتنا. لو كنت ها هنا يعني لو او هو حيقوم ان شاء الله، بس هو مش ابدا مش دلوقتي، ابدا مش دلوقتي. لذيذ يسوع طول الوقت يقول ايه؟ انا هو انا هو. دي غريبة جدا لما تبص عليها، هي حاضر، هي مش ماضي ومش مستقبل. I am، مش أنا كنت أو أنا حكون، أنا هو. ربنا حاضر مستمر. أنتوا هنا، انا حاسس بعض، انتوا عاملين زي مريم ومرسى، انتوا كنتوا وانتوا جايين بس انتوا مش موجودين هنا. هو يسوع بس اللي هنا. يسوع طول الوقت حاضر مستمر، احنا اللي بنخليه ماضي او مستقبل، واحنا اللي بنخلي استجابته يا اما كانت هتحصل يا اما ان شاء الله هتحصل، بس هي مش الان. والقصة كلها مهما كانت موعد الله هو نعم وليكن بواسطتنا، مش جلا جلا. فنفس المزبية ونفس اللي عليها تراب ونفس اللي عنقها مربوطة هي البسي عزك، البسي ثياب جمالك، لا أغلف ولا نجس. ضيعتي وقتك مجانا وبلا فضة تفكون. ليه؟ بلا فضة تفكون. عارفين إيه بلا فضة تفكون؟ يعني مجانا بتفكوا. ليه؟ لأنكم اتسبيتوا على الفاضي. يا رب نعمة 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 ليا، مش ليكم، نعمة ليا. رسالة كورنثوس، أختم حاضر. رسالة كورنثوس، أنا كنت هروح في حتة يعني رايح بيكم الحتة بس أنتم مشجعين. كورنثوس الثانية إصحاح 3، كورنثوس الثانية 3:16، آيات معروفة عشان أخش الآية في أربعة. كورنثوس الثانية 3 عشان أخش الأربعة، بس نقرأ في 3 آيات معروفة. عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقة. أول ما بترجع الرب البرقة ملوش موجود، البرقة ما بقاش موجود، الفاصل ما بقاش موجود. الرب هو الروح، حيث روح الرب هناك حرية. نحن جميعا، خدين بالكم من جميعا، عارفين في اليوناني معناها إيه؟ جميعا جميعا، كلنا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. ده نوعية الحياة، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. ايه ده علاقته بقى بي؟ انا مضغوط، انا مضطرب، انا مش عارف ايه، بس انا بتوب، انا بصلي، انا بحارب، وبس عندي تحديات، بس انا بحضر الاجتماع. دي ملهاش دعوة خالص بتاع جميعا، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. فلان حياتي كده، عارفين سببها ايه؟ عارفين السيستم ده سببه ايه؟ معرفة الخير والشر. لأن الصورة الأصلية أنا على صورته كشبه وكمثاله، الأرض بتخضع وبتتسلط. الصورة الأصلية دي مش معطهاش للمكسيين، أعطاها للعريانين اللي مش محصورين في عريهم، لكن محصورين في تلألؤ العلاقة ما بينهم وبين الرب، وعارفين أنه هو خلقهم كصورته بالفعل. وفي آدم الأخير أهو
على تلك الصورة عينها. فأنت مخلوق على تلك الصورة عينها. آدم الأخير بيطلع شعب بنفس الصورة بس بمجد أعظم من آدم الأول اللي على صورة الله، فالأرض بتخضع ليه فبيعيش حياة فائضة. آدم الأخير مطلع أولاد حضراتكم مليانين مش عريانين، بس مش قصتهم انهم عريانين على الاطلاق، على الاطلاق قصتهم انهم محصورين في مجد الرب اللي بيسكب عليهم، اللي بيخليهم مش ما بيعملوش خطيه. لحسن التصور اللي بقوله ده بيديك صلاحيه للخطيه، ده بيديك قوه الانتصار على اي ضعف في حياتك. لان اتاري انحصرنا في الضعف هو اللي بيوقعنا، اتاري انحصرنا في المجد هو اللي بيرفعنا. أتاري ضمير الخطايا هو اللي بيرجعك لضمير للخطايا، لكن بر يسوع المسيح اللي بيملى عينيك هو اللي بيطلقك وبيرفض أجنحتك لفوق. أتاري كده. فإحنا قاعدين أنا عريان، مين قالك؟ مين حصرك في الفكرة دي؟ ما أنت كنت عريان بس ما كنتش محصور في الفكرة. هو بيسكب مجده على العريانين واحنا قاعدين يا رب كسينا يا رب كسينا يا رب كسينا. هو بالفعل كساكر داء البر جواك، فبطل تطلب حاجه وانت الحقيقه عمال بيخبط على الباب، وخرجت من السجن من سنين وعمال بيخبط على بابك وانت تقول لا لا ده حاجه دوشه ملاك كمان. طب ما تشغله اجتماع تاني، اقلبي القناه. من أجل ذلك إصحاح 4، من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله. يعني إيه؟ يعني 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 طارحين خفايا الخزي. خلاص ما تقعدش بقى في خفايا الخزي دي، اطرحها، انتفضي من التراب، وقف في الحتة اللي خلصت، انتفضي من التراب والبسي سياب جمالك. هو نفس طارحين خفايا الخزي. عارفين يعني ايه خزي؟ خزي خزي كل، مش بس خزي خطيه، خزي فوتان فرصه، خزي انك انفعلت وما كانش لازم تنفعل، خزي انك ضيعت وقت، او خزي اي نوع من انواع الخزي. يقولك طارحين خفايا الخزي، الخزي اللي مخفي حتى، طارحين ده ليه؟ لأنك أنت بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد. تصور نفس القصة، يا إما ناظر مجد الله بوجه مكشوف على صورته كشبه وكمثاله، أو عايش في خفايا الخزي. فبولس بيقولك لأن أنت معروض أنك تنظر مجده بوجه مكشوف، من فضلك اطرح خفايا الخزي. مش محدش يرفع ايده. لو انا سألت حد هنا عنده خفايا خزي، احتمال عدد كبير يرفع ايده، وعدد تاني ما يرفعش ايده لانه مكسوف. والرب بيقول لك والرب بيقول لك ببساطة حبيبي، انت مخلوق في نفس اللحظة، مش بروسس، مش خطوات هتحصل عشان توصل للحتة دي. انت مخلوق انك تنظر مجد الرب بوجه مكشوف فتتغير إلى تلك الصورة عينها كشبه وكمثاله، وده علاقة مع شجرة الحياة. فمن فضلك ببساطة وانت قاعد كده ما تستنش حتى الصلاة، انفض خفايا الخزي من عليك. طارحين خفايا الخزي ليه؟ إذ لنا هذه الخدمة. إيه الخدمة؟ ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد كما من الرب الروح حياة فائضة. دي إيه؟ دي آدم الأول اللي كان بيتمشى مع الرب. النهاردة بقى أنت ابن آدم الأخير اللي أنت مش عايز، مش بتحاول تجيبه عشان يتمشى معاك، هو بقى بيتمشى فيك. من سيفصلك عنه؟ وضعفك مش بيفصلك عنه، لأنه أنت بتنفصل، أنت بتبطل تحس بيه، بس هو ما بيسمعكش. خطاياك بتفصلك عن إحساسك بوجوده، بس هو ما بيفارقش. ولما بترجع بقلبك للرب اللي لم يفارق، ترجع لقلبك تقول يا رب أنا حصرت في ضعف، حصرت أن أنا عريان، فرجعت أتأمل في عري، فرجعت أقع في الخطية، أنا برفع عيني وأتأمل في مجدك اللي أنت لا حتى لو فرشت في الهوية مش بدور عليك. فها أنت طارحين خفايا الخزي،
غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله. عشان كده روح معايا لآخر شاهد هنبص عليه علشان الوقت. أنا كنت حكي في حاجات تانية كتير. مرقس 16 وأختم بيه. مرقس 16 أختم بيه عدد 14. مرقس 16 14 أخيرا ظهر لل 11. مرقس 16 عدد 14 أخيرا ظهر. عدد 14 وعدد 15 عكس بعض عكس بعض. لو أنت بتكتب لو أنت مرقس مش هتكتبهم ورا بعض. بس نشكر ربنا أنك مش مرقس. نشكر ربنا أن مرقس مسوق بروح القدس هو اللي بيكتب. أخيرا ظهر للحداشر وهم متكئون وبخ عدم إيمانهم قساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروا قد قام. 14 قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. عدد 14 بيوبخ عدم إيمانهم. عدد 15 بيقول لهم اذهبوا واكرزوا. لأن احنا عارفين الآيات انتوا مش فاهمين. لأن احنا عارفين الآيات دي هم في حالة عدم إيمان. بس في نفس اللحظة لو نفضوا عدم الإيمان يسوع خلص كل حاجة يذهبوا يكرزوا. لو نفضوا خفايا الخزي في نفس اللحظة هم عريانين عريانين من الإيمان. العين إيمان عدم إيمان مش كده. وبخ إن هم عريانين قال لهم اذهبوا. اذهبوا إلى العالم أجمع كرزوا الخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. أوكي يعني لا كمل. هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات إن شربوا شاء مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ده بيكلم مين؟ الذين وبخ عدم إيمانهم. انتوا عارفين لما يسوع يجي لينا مش هوبخ عدم إيماننا. مش هوبخ عدم إيماننا. عارفين ليه؟ لأن احنا قاعدين في الأوضة عمالين بنصلي قدام شجرة معرفة الخير والشر. مش قاعدين قدام شجرة الحياة بناكل فعرينا بتغطى وبنخرج أما هم فخرجوا. هم مش هوبخ عدم إيماننا. إحنا قاعدين في حتة أصلا غلط. إحنا قاعدين بناكل من شجرة غلط. إحنا قاعدين بنقول جمل وبنفكر بتفكيرات قبل يسوع المسيح قبل الصليب ما يحصل بسبب التدين. إحنا قاعدين بنفكر إحنا واقفين بناكل من شجرة غلط أصلا. ولأن إحنا بناكل من معرفة الخير والشر مش بنأتي إلى شجرة الحياة ونلتصق ونحب ونأكل ونقرأ في الكلمة ونسجد عند رجلين يسوع ونعمل زي ما التلاميذ كانوا بيعملوا مع يسوع مسكين فيه بيخبطوا فيه ويقعدوا عند رجليه ويأكلوا معاه ويعيشوا من الصبحية الليل معاه. تقول لي أنا ممكن أعيش الصبحية الليل؟ أنت عارف إن هو عايش من الصبحية الليل معاك وأنت بتحاول تقنعه يتدخل في حياتك؟ أي غباء. هو عايش تقولي اه هو حاسس بي. تعرف هو مش حاسس بيك هو ساكن فيك. اي 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 غباء بيوصلنا ان احنا بنحاول نقنعه انه يشعر بينا او يتدخل في حياتنا او يمر بظروفنا وهو ساكن فيك. ما بتمرش بحاجه الا هو ساكن فيك وعمال بيخبط. حبيبي انا الحقيقي موجود جواك. انت ابن ادم الاخير. ادم الاخير ايه؟ روحا محييه. يعني ايه؟ يعني ادم الاخير ده فيك روحا عماله بتمجد يسوع ومستعده تطلع حياه افضل. وانت طول الوقت يا رب بس يتدخل في الموقف ده. يتدخل ايه ده ساكن.
فاحنا قاعدين بناكل من الشجرة الغلط وبنتوقع نتائج مختلفة. مشاكل معرفة الخير والشر ما بيطلعش غير ان الدور بيطفي، ما بيطلعش غير ان ارضك ما بينزلش فيها مطر او ما بينزلش فيها بركة. وهو قال انا بستجيب، وتجد بص على ارض تانية تلاقيه عمال بيمطر، ايه ليه؟ وتعمل مقارنة ليه؟ هو عارفين ليه؟ عارفين مين ساكن في الارض التانية؟ اللي ما لهمش رحمة، اللي ما استحقوش رحمة، اللي ما استحقوش يبقوا شعب الرب، اللي تبددوا لسنين طويلة، بس هو بيرحم له رحامة، بيمطر على لا شعبي. ليه؟ لأن هم واقفين بيقولوا له أنت قلبك بالفعل عمل كل حاجة، أنت بتلطفنا في البرية بدون ما نعمل أي حاجة، أنت قلبك مش محتاج نقنعه أن قلبك يبقى سخي لحياتنا، أنت قلبك سخي بالفعل. مش بنقول لك اعمل حاجة، أنت 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 صلاحك أكتر من صلاح أفكارنا. كما تعلو السماء على الأرض تعلو أفكارك وصلاحك وطرقك عن طرقنا. فبتاكل من شجرة الحياة مش من معرفة الخير والشر. فالتلاميذ كلكم عارفين الشاهد ده، وشاهد كلكم أنا كنت هفتح لكم بقى أبطال داود وخش معاكم في حتة خلاص عشان الوقت، لكن ببساطة كلكم عارفين الشاهد بس احنا تعودنا عليه. وبخ عدم إيمانهم وقساوة إيه؟ قلوبهم، يا حلاوة. وقال لهم انفضوا خفايا الخزي، البسوا ثياب العز، اخرجوا تحطوا ايديكم على المرضى هيخفوا. انت فاهم انت بتقول ده لمين؟ ده قلوبهم قاسية. انفضوا خفايا الخزي. خليني اكلمك، انت اخبار اسبوعك كان ايه؟ كان في اسبوع تقيل؟ كان في تحديات في الشغل وفي الظروف وفي الافكار وفي الاخبار وفي كل حاجه عماله بتحصل حواليك؟ اوكي، من فضلك اعرف، اخلع التراب ده، ارفض التراب ده خالص، واعرف ان صورتك الحقيقيه مش ده خالص، ومش بعد ان شاء الله. ان شاء الله في قيامه الاموات هتبقى زي الفل. هو طول الوقت ليك انا هو انا انا هو انا هو انا الان انا الان، مش انا كنت وانا حكون، انا هو. ولما قالهم انا هو الجنود الرومان وقعوا، لما قالهم انا هو جعل الميه، لما قالهم انا هو بطرس مش على الميه، لما قالهم انا هو اوثان مصر كلها وقعت، لان موسى راح بهذا الاسم انا هو اهي الذي اهي قدام كل الهه المصريين، وقال لهم اهي انا هو ده اعظم من كل الهه المصريين. جاء الوقت انك تدرك انه انا هو يعني انا الان، انا حاضر طول الوقت، انا مش كنت وحكون ليك، انا حاضر طول الوقت. في الاغلب لما حنؤمن انه حاضر طول الوقت اوثان مصر هتقع للاخر. تعالوا نغمض عينينا ونصلي مع بعض، تعالوا نغمض عينينا ونصلي.